تمام. والنموذج اللي اختاره لنا الاستاذ موسى الصفر جاب لكم شيك طيب جدا ب 300 جنيه عشان اي شيك لازم يبقى فيه الاتي امر، اي شيك لازم يبقى فيه امر وتاريخ وتوقيع واسمين ومكانين، امر وتاريخ وتوقيع واسمين ومكانين، امر امر اللي هو ادفعه، اي شيك لازم يبقى فيه الامر ادفعه ولا ماشي ادفعوا ادفعوا ايه مبلغ من النقود، يبقى ده الامر مطلوب دفع مبلغ من النقود، يبقى امر بدفع مبلغ من النقود. وتاريخ اللي هو تاريخ الشيك، والشيك اللي هو تاريخ اصدار الشيك، والشيك لا يحمل الا تاريخ واحد، والمفترض ان التاريخ المكتوب عليه هو تاريخ اصداره. وإذا ثبت إن هو التاريخ اللي عليه لاحق لتاريخ إصداره وقدم قبل تاريخ إصداره هنقولها النتيجة إيه؟ بس يفترض أن التاريخ الذي قدم فيه هو تاريخ إصداره. يبقى أمر وتاريخ واسمين، اسم مين؟ الساحب، واسم تمام؟ المستفيد. صحيح الكلام دوت؟ تمام؟ اسم الساحب واسم المستفيد. وخلي بالكم المسحوب عليه هو البنك، المسحوب عليه هو البنك ده في النموذج اللي هيحصل شيء، لكن الاسم اللي انا بتكلم عليه اسم الساحب واسم المستفيد. ممكن ما يبقاش في اسم مستفيد، هنشوف ايه اللي ينقص بعد كده. ماشي؟ ومكانين، مكان اصدار الشيك ومكان الوفاء بالشيك. وكلمة لازم تكون في الشيك وبنفس لغة الشيك وفي متن صك الشيك، اللي هي كلمة ايه؟ شيك. ادفعوا بموجب هذا الشيك. هذه البيانات كلها بيانات إلزامية. إذا خلى الشيك من بيان واحد منها لا يعد شيك. انا نسيت توقيع طبعا الساحب، اسم يعني قلنا اسم لازم يكون توقيع، لازم الساحب كمان يكون توقيعه، يعني لو توقيع بلا اسم يبقى ده بيان الزامي خلى منه الشيك. قلنا ان في بيانات لازم لو خلى منها الشيك ما تبقاش شيك، كل البيانات لو خلى منها الشيك ما تبقاش شيك، تبقى اي ورقه اخرى حسب ما يتوفر فيها، الا بيانين اتنين اللي هما المكانين. اذا خلى من مكان الاصدار فيعتبر صادر في موطن الساحب، واذا خلى من مكان الدفع او الوفاء فيعتبر مكان البنك المسحوب عليه هو مكان الوفاء. يبقى هذه البيانات لو في واحد ناقص ما يبقاش شيك، وبالتالي كان احد مشكلات الاضطراب بتاع زمان، يمكن دلوقتي البنوك بقت بتلتزم بهذه البيانات والنموذج لازم يبقى عليه هذه البيانات، وفي عقوبه هنشوفها لو البيانات دي ما توفرتش. لكن كان زمان في الشيكات المكتبيه كان احيانا تخلو من هذه البيانات، كان بعض نماذج البنوك اللي فضلت مستمره بعد العمل بالقانون 1799 فضلت ما فيهاش كلمه شيك في متن الصك، فكانوا بيجتهدوا في البدايه ويكتبوا شيك بخط اليد، فانتهى القضاء انه كتابه كلمه شيك بخط اليد لا تغني عن اللفظ المطلوب قانونا اللي هو ان كلمه شيك تبقى في متن الصك. يبقى البيانات دي لو ما فيش يبقى حضرتك لو انت النهارده حد جاب لك شيك او حضرتك مستشار قانوني لشركه بتصدر شيكات يبقى لازم تستوفي هذه البيانات، لان من غيرها او انت بتتلقى الشيك عن عميل من غيرها يفسد الشيك. يبقى دي البيانات الالزاميه. السؤال اللي بعده، خلاص احنا جاوبنا ما هو اثر خلو الشيك من البيانات المذكوره؟ اتفضلوا.